السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدعم الفني المقدم من شركة IFF. في هذا الفيديو راح نوضح لكم طريقة تثبيت البرنامج الخاص بـ Linear PC Set Graphic للموديلات التالية 940, 970 و1025، وكذلك حنوضح واجهة المستخدم بما فيها طريقة الإرسال وطريقة إنشاء النصوص. لتحميل البرنامج إما عن طريق الـ USB الجاي مع الطابعة أو عن طريق الدعم الفني الخاص بنا. بعد الانتهاء من تحميل البرنامج ستظهر لكم هذه الشاشة أمامكم، راح نختار عن طريقها اللغة المستخدمة وهي الإنجليزية. راح ننتظر البرنامج يتحمل. راح نضغط Next. طبعا هنعمل موافقة على الشروط والأحكام، هنعمل تثبيت. هكذا يكون تحمل عندنا البرنامج. دحين راح نفتح، والآن هذه واجهة البرنامج بعد ما فتحناه. راح نتعرف على أهم الوظائف الموجودة فيه. إحنا اليوم بالتحديد راح نتكلم عن واجهة موديل 1025. الموديل هذه اللي يخزن 1000 رسالة، وكل رسالة حتكون عندنا هذه مساحتها اللي هي 1000 بكسل في 300 بكسل. تمام، راح نبدأ بأول وظيفة ألا وهي إضافة النص. طبعا حنسحب النص عن طريقة اللي هي السحب والإفلات. بهذه الطريقة حينسحب معانا، يمدينا نكتب باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وحتى يمدينا كمان نعدل على الخط ونحركه. ونفترض الآن إن إحنا راح نكتب IFF بهذه الطريقة، بعدين راح نضغط كليك يمين أو اللي هو ننقط بالجهة بالأزرار اليمين في الفأرة، وبعد كذا حيجينا هنا Text Format. Text Format هنا راح نقدر نتحكم بنوع الخط، راح نقدر نتحكم ب الستايل حقه كيف حيكون، نحيف مائل وما إلى ذلك. يعني حنتحكم برضو بحجم الخط. تمام، وهنا برضو لو عندنا إن إحنا نبغى الخطوط العربية، وعندنا هنا برضو هذه الخطوط العربية. لو نبغى إحنا نستمر على الخطوط اللي هي الويسترن الإنجليزية، فخلينا زي ما إحنا كذا الآن. تمام، وراح نضغط هنا أوكي، وكذا هنا عندنا بس راح نسحب كذا، فبحسب الخط حيكون كبر. نضغط إنتر، وبكده يكون عندنا هذا جاهز التكست للطباعة. طبعا التكست هذا بالانجليزي، لو جينا كتبنا بالعربي فحيكون الخط نفس اللي احنا اخترناه بالعربي، فالجهاز قابل للغة العربية وقابل كمان باللغة الانجليزية، واحنا نتحكم في الحجم. بعدها راح نتعرف على الوظيفة الثانية وهي التاريخ. طبعا نفس الطريقة السحب والإفلات، هنا يمكنك إضافة تاريخ انتهاء إنتاج، ونفس الشيء إنك تقدر تعدل على الخط ونوعه. طبعا نفس الحاجة، كليك حنضغط للزرار اليمين، بعد كده حنضغط Date وTime Format. تظهر لنا هنا عدة خيارات إن أنت كيف تقدر تعمل فورمات للتاريخ بالحسب الطريقة يعني اللي تناسب الشغل. راح نختار مثلا هذه 22 ويبين للشهر هنا ابريل و22 السنة. هنا كمان يمديك تعمل انت تحدد على كيفك انه الطريقة اللي انت تبغاها، تبغى الام ما يظهر، تبغى بس الديت والير، ولو ما هي موجودة من ضمن الفورمات اللي هنا. طب هنا تختار الفونت اللي انت تبغاه، فانا راح اختار الفونت الاخر يا اخر مرة اشتغلنا عليه وسويناه، ولا هذا راح نختار الفونت اللي هو الاساسي. تمام، وبكده راح يتم ادراج التاريخ. طبعا حينتج التاريخ ده بناء على تاريخ اليوم. بعد كده ونفترض ان احنا عملنا هذا تاريخ الانتاج، فراح نحط تكست جنبه وراح نكتب انه هذا مثلا تاريخ الانتاج. تمام، نقرب كده. بعد كده هننتج مثلا من هنا نكتب تاريخ برضو الانتهاء. نيجي تاني ننتج تاريخ تاني لتاريخ الانتهاء. طبعا احنا ما هننتج كده، هننتج طبعا تاريخ الانتاج، فلازم احنا الحين او تاريخ اليوم. راح نيجي برضو في الفورمات
وعندنا تحت هنا الخانة هذه إن أقدر أتحكم إن أنا أبغى تاريخ هذا بعد 7 أيام بعد سنة. طبعاً هنا في خانة الديز هنا أقدر أتحكم مثلاً لو في السنة كم، وأكتب مثلاً لو بعد كم ساعة ممكن أعمل بعد ساعة ينتهي على حسب المنتج اللي عندنا. فنفترض إن إحنا مثلاً قلنا هنا إنه راح ينتهي بعد 14 يوم، فحط 14 يوم وراح أضغط أوكي. فأنا هنا ظهر لي التاريخ بعد 14 يوم، بس هنا الفورمات سويناه مختلف، فممكن برضو نرجع تاني ونغير الفورمات نفس اللي اخترناه. وبهذا الشكل يكون كذا انتجنا تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء. الآن عندنا اللي هي الوظيفة الثالثة اللي هي الأعداد أو الرقم التسلسلي. راح نعمل برضو نفس الطريقة، ساحب وإفلات، وهذا اعتذرنا أن هنا الرقم التسلسلي. راح نضغط برضو كليك يمين وراح نعمل نمبرينج ماشين فورمات، ونفس الشيء هنا حيجينا الرقم التسلسلي إنه هو كم حيكون بين الرقم التسلسلي الأول والرقم التسلسلي الثاني، تبغاه يمشي متسلسل ولا يترك رقم ويبدأ الرقم اللي بعده. هنا عندك هل تبغاه يعيد لك الرقم التسلسلي هذا كم مرة، ممكن الرقم التسلسلي لما أجي أطبع في الطابعة يتعاد 3 مرات بعدين يتغير، أو إنه لا هي مرة واحدة ينعاد فقط لا غير. هنا راح تحدد إن هو يبدأ من كم، مثلا نفترض إنه هو راح يبدأ مثلا من 100 وراح ينتهي مثلا عند 1000 منتج مثلا، فهو راح يبدأ من 100 وراح ينتهي عند 1000، وراح راح يبدأ 100 101، ما راح يمشي غير كده. أو ممكن نقدر نقول مثلا يمشي 2 فراح يبدأ 102 104، أو إذا إحنا قلنا هنا في repetition إن إحنا هنعيده 100 مثلا 3 مرات، فهتعيد 100 3 مرات، بعدين تنتقل ل 101 تعيدها 3 مرات، بعدين تنتقل ل 102 وهكذا. فإحنا لما نضغط هنا أوكي، ونفس الشيء بدينا نختار طبعا الفونت، نختار أوكي هنا وراح يبدأ معانا من 100، ولما تيجي تطبع في الطابعة راح تبدأ معاك 101 أرقام تسلسلية. الآن الوظيفة الرابعة وهي الباركود، عندنا نكتب كتابة حروف أو أرقام أو اختيار صياغة باركود. فرح نيجي نفس الطريقة، نعمل سحب وإفلات، وراح نعمل برضو عشان نشوف الفورمات اللي عندنا باركود فورمات. راح يمدينا من هنا نختار التايب أو الصيغة اللي أنت تبي تمشي عليها، ونفترض مثلا إن إحنا راح نعمل QR كود، راح نخلي الـ QR هذا كود يوجهنا على الموقع حقنا. وبكذا راح نعمل أوكي. بهذا الطريقة إحنا أنشأنا QR خاص فيها. كمان بدينا ننشئ باركود عادي مثلا زي هذا الباركود اللي هو أشار لي، هو بديني أدخل هنا حروف أرقام على حسب أنا إيش عندي أرقام تسلسلية معينة، ولكن هذا الباركود ما يقبل غير طبعا أرقام، فممكن أنا جنريت أرقام عن خلاله وأنا كذا أنشأت باركود. أما عن الوظيفة الخامسة وهي إرفاق صور شعارات وما إلى ذلك، راح نرفق هذه الصورة الخاصة بنا. وطبعا هنا يمدينا التحكم بمساحتها كبرها وصغرها، وطبعا نتحكم فيها عن طريق نحن كذا نصغرها ونكبرها بكل سهولة. الآن راح نيجي للفقرة المهمة جدا، وهي ان انا اعمل ارسال اللصوص او الباركود او الشعارات اللي انا عملتها للطابعة. راح نيجي هنا من عندنا الأيقونة هذه مكتوب عليها ترانسفير، راح نضغط ترانسفير. راح تظهر لنا هذه الأيقونة هذه حتحدد لي إنه هل أنا أريد إن أنا الحين واقفة في الرسالة رقم 7، هل تباني أنصح رسالة رقم 7 وأضيف بدل الرسالة اللي أنت تبغاها، ولا أنشئ رسالة جديدة هتكون طبعا رسالة رقم 11. فإحنا راح نطلب منه إنه لأ ضف لي هي في رقم 11، أبغاها رسالة جديدة. وكذا لو تلاحظوا هنا تغير عندي العدد وصارت هذه رسالة رقم 11. تمام. نفس الشيء لو مثلا نبغى نضيف شيء ثاني مثلا في الرسالة، مثلا نبغى نضيف نكتب مثلا من الموقع حقنا، بكذا احنا ضفنا الموقع، فانا ابغى اضيف كمان الموقع، فهرجع نفس الشيء اعمل ترانسفير. وهنا في دي المرحله مثلا انا ابغى نفس الرساله تتعدل، فراح اضغط يس فانا نفسه في رساله رقم 11، فانا كده عملت تعديل عليها فقط لا غير. تمام. نيجي للايقونه اللي جنبها وهي ايقونه ابلود، وهذه ترانسفير زي ما تكلمنا عنها. ابلود ان انا ابغى اعمل تحميل للرساله اللي انا ابغاها تكون مخزنه كانت عندي في الجهاز،
مثلا أنا الآن في الجهاز راح أحدد رسالة ثانية، مثلا وهي رسالة مثلا رقم 7، فرسالة رقم 7 أبغى أحول لي هي على نفس البرنامج، فرح أضغط أبلود وراح أضغط هنا يس إنه أنا أبغى أغيره دحين هنا عندي. فهذه الرسالة أنا الظاهر عندي الآن موجودة أصلاً في الجهاز أو في الطابعة اللي هي رسالة رقم 7. هنا بإمكاني برضو أقدر أعدل عليها لو أبغى أضيف شيء تاني زيادة أنا ما كنت أول ضبطه، وكذا أنا بزود في الرسالة وأرجع ثاني أعمل لها ترانسفير وأقدر أقول إنه يس نفس الرسالة أباها تتغير. وكذا الرسالة عندنا تغيرت. وبكده خلصنا تعريف عن البرنامج، وبإذن الله الفيديو القادم عن موديل رقم 970. نشكركم على المشاهدة، وإذا استفدتوا لا تنسوا اللايك والشير.